المسائل الثلاث. مسائل كصدح لها. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. مسألة ذكوبات وإن إله البكلية توحيد الربوبية هي توحيد الأسماء والصفات. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالعبادة. مسألة ذلبات وإن إله البكلية توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. إلى هاي إنه سنرال لمرنا بكن نقولين إن لا عبد عد كله نبي هالنقطه ملك هالنقطه جني هالنقطه عد الله عد أن إلهي هين أسرال لكن نقول إن لا عبده. نعم. المسألة الثالثة أن المسلم الموحد لابد يتبرأ من الشرك وأهله، يتبرأ بقلبه ويتبرأ بلسانه ويتبرأ بجوارحه. مسألة صدحات قفك مسلم كواحد واجب كائن وكبر النقض الشركية قلبي سوق وبر النقض لسان جي سوق وبر النقض جوارح دي سي أعماشي سنة وقبر النقض. بالقلب إقرار واعتراف واعتقاد أن كل ما على الكفار هو كفر وضلال. قلبي هو اعتقادنا يا وح الله وح أي كسرين قالوا إني كفريهن أي اعتقادنا يا. باللسان يصرح باللسان وما أنا من المشركين. عرب كان وكعدينها يا وحليان وكمد ماهي مشركين تقال هذا كمد ماهي. بالجوارح لا يشارك الكفار في عياد في احتفالات في طقوس في لباسهم. حبنه جوارح دي سنة لا وذاق ما يقال هذا وحيابه أي سمين عيان وشركيات أما عبادات أما عيده ذا يكون سمين أو عبادة كوضان. لكن انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين مع اليهود مع النصارى مع المجوس وغير هؤلاء انقسموا في التعامل معهم إلى طرفين ووسط. دتك واحد وقيب سمين مركي لو في ريوس إذا أقول رقم هيان قال هذا أما يهود هالنقطة أما النصارى هالنقطة أما والثانيين هالنقطتين صدح قيبود أي وقيب سمين وأه قيب لحد هذا يلبا لبذ جيس نان كله حكته. نعم. قسم يتعرض الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال. قيب كم إذا صدح لاس قيبود قال هذا واحد كل سمين هيان دل يعي يلبات أي كل سمين هيان. وقسم يا اختلط بالكفار وشارك الكفار في عيادهم واحتفالاتهم حتى تظن انه واحد منهم. قيبنا ضد كاسي كم دينا قال اي كل حمل مين او واحد لو ذاك سدان احتفالات كوذا رقم كوذا دين كوذا واحد كست اي لو ذاك سدان. والصحيح الوسط. واحد سيدا صح ظاهي وقال هذا لحاد كاه. نفي لهم بالعهود لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا باخذ الاموال. قال هذا بل ما هو وفينا من دبينا دباتنا أسوأ شيء من هذا أن دخلنا نحولين. ومع هذا لا نشاركهم في عياد في احتفالات في طقوس. سيدو كلا لو ذاك بينه أما لو ذاك سن بينه قال هذا رقم هذا يديم هذا يعبادات كذا لو ذاك بينه. ندعوهم إلى الله. إلهي ما ويرينا. نقول والله نريد لكم الخير وهو الدخول في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحن كل أنها والله خير ما إذا لربنا وحوينا صواق عشان دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونخاف عليكم لو متم على هذا فأنتم في النار خالدين فيها أبدا. وحن السلام وحن إنك قاعد سنين إن كل متان قال لي ماذا كل متان وهلو تأد نار تكشان أيا إنك قاعد سنين لا نغش الكفار ما غش إنه قال هذا غشكم سمين مينه. المسلم ناصح يبين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. قفك مسلم كاهي وحد بعيس وحوي إنه ضدك النصيحيه وناق وبرحتي رؤوس ندتك قشين ويسيد النبي عليه الصلاة والسلام ودتك قالت ويا والله أعلم.